الله احنا يا منتخب قوي شرفنا العرب وشرفنا شرف العرب ومنتخبات افريقية واحنا انتصرنا على اقوى منتخبات في العالم على كرواتيا انتصرنا على كرواتيا وعلى بلجيكا وعلى اسبانيا هادو كلهم منتخبات قوية بقوا في نهاية كاس العالم احنا العقدة واحنا اقوى منتخب حد الان في المونديال احنا غادي نمشيو النهاية ان شاء الله باذن الله عاش الملك الصحراء المغربية لما تبغيش هادي تفوز العام اخويا لما تبغيش هادي تفوز الفوز كنهديو اول حاجه جلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي عامه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن وجميع العرب كلهم وجميع الناس اللي كيحبوا المغرب ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب احسن مباراه فرجنا احسن مباراه خويا شوف هادشي شوف شي هادشي لعبنا هادشي جديد علينا خطه اللي جابها الركراكي وهاد اللاعبين اللي جابوا الركراكي وهاد الديماغوجيه وهاد لا تكنيك اللي لعبوا به المنتخب الوطني المغربي منذ قطر هي شي حاجه جديده علينا حنايا الحمد لله شو انت درس بعد درس الله ديما مغرب ديف لو ماغوك يلي كاينة الله يحفظك تاع الله يدير الخير المنتخب الاسباني وتحيه لبونا العرف احسن العرف كلمه من الاخر كاس العالم ندوب صافي جيب اخويا شوف وديما مغرب اجي انا صافي جيب الماء واللي ما بوجه ماشي مغربي واللي ما بوجه ماشي مغربي